بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دلوقتي بفضل الله عاوزين نبدأ حاجة فعليا نجيب بيها المنتجات، فهروح على index.ring وهفتحها، وهروح على index.html وهفتحها، وانا واقف على index.ring هشغل الموقع بتاعي بفضل الله، ونشوف مع بعض. دي الشاشة الرئيسية، عايزين نطلع المنتجات دي من الداتابيز يا جماعة. المنتجات اللي احنا شايفينها قدامها دي اهي، كام منتج؟ هم احدث 6 منتجات، احدث 6 منتجات. اوكي. طيب خلينا نيجي هنا. طبعا في الاول وقلت لك قبل حسونة ويب، قبل حسونة ويب اعمل لود للمكتبة اللي عملناها اللي اسمها db.ring، يعني تسهيل للتسهيل بفضل الله. خلاص بس كده، خلاص اشتغل بقى. تعال هنا اعمل لي برو، شوف بقى تسميها برو او برو اندرسكور اس للتسهيل بدل برودكتس، يعني براحتك، يعني برو اس يعني او بروز براحتك، شوف انت عايز تسميها ايه. عايز تسميها برودكتس براحتك، في ناس بتحب كده، انا بصراحه بحب كده، احب الوضوح يعني. مع ان في بعض الشروحات ليا وفي بعض الاعمال تلاقيني ساعات بختصر برضه، يعني انا ما عنديش مشكله بفضل الله، يعني شغلتي ان انا اشرح لك واسهل عليك، فهتلاقيني بوريك دي وبوريك دي، اختار انت بقى. المهم يا عمي اهو برودكتس ماشي، بتساوي هنا بقى بدل ما استخدم جيت ديتا واحط الجمله، هقول له جيت اندرسكور products underscore ask. نجرب دي ونجرب دي ماشي، بس وادي ايه، سيف كده، انا بقى معايا المنتجات. تمام، اعمل ريفرش على طول، بعد اي حاجه تعمل ريفرش نشوف لا يحصل ايرور ولا حاجه، واحنا مش داريين يعني. ماشي، على اساس لو حصل حاجه تقفشها في اولها يعني، بدل ما تكوم على نفسك. طيب ماشي، الموقع شغال، فده بقى معانا البرودكتس، فعادي انادي عليه بقى في التمبلت، صح ولا ايه؟ اجي هنا بقى في التمبلت. تمام، طبعا في التمبلت يعني ده الاندكس اهو. طبعا هنا الجامب ترون الاولاني ده ماليش دعوه بيه، الكاروسيل برده ماليش دعوه بيه، الا بقى لو انت بتجيبه من داتابيز ده حاجه ثانيه، احنا هنا ما بنجيبوش من داتابيز. هو ده اللي انا عايزه، اللي هو نيو اي برودكتس، هو ده الجزئيه دي كده، ده السكشن اهو ده. وانت طبعا بتعدل بتبقى حريص جدا جدا، يعني مثلا لاتست برودكتس انا مش هاجي ناحيتها، ببدا ادخل هنا الكلام ده برضه انا مش هاجي ناحيته، كل دي تصميمات جايه لي من الفرونت اند، جايه لي بقى زي ما جايه لي، ماليش دعوه بقى يعني، يعني مش هروح ازايد على بتاع الفرونت اند. فهاجي من اول هنا هلاقيه هو راصص، ادي اول منتج، وادي تاني منتج، وادي تالت منتج، وادي رابع منتج، وادي خامس منتج، وادي سادس منتج. كل ده بقى انا مش عايزه، كل ده ايه انا مش عايزه، انا مش عايز غير واحد بس، وانا هبدا اكرر فيه يعني. خلاص، فهعلم كده على كل ده. اوكي اهو، يعني عندنا ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة، ادي اربعة، ادي خمسة، وهسيب السادس ده علشان هو ده ايه اللي انا هعدل عليه، يعني هعمل لوب. تمام، هعمل ايه؟ هعمل لوب، هاجي هنا في الجزئية دي واعمل كود رينج اللي هو علامات اقل منه واكبر منه جواها اتنين علامات في المية، وابدأ هنا اعمل شغلي. فهاجي هنا هقول له طبعا ايه، فور. تمام، فور ايه بقى؟ فور انا كده عندي البرودكتس، خد بالك يعني، طبعا انت مش هتبدأ الموقع بفراغ، مش هتبدا الموقع ايه بفراغ، اكيد هتبدا الموقع بمنتجات، يعني مش هترفع الموقع وانت ما عندكش منتجات، صح ولا انا غلطان؟ اقصد ايه يعني، اقصد ان انت ممكن تعمل عمليه اختبار، ان لو ما فيش منتجات تقول له ما فيش منتجات، ودي براحتك، سهله قوي تعملها بجمله اف يعني. خلاص، فور مثلا نقول برو. تمام، البرو ده هيلف على ايه؟ البرو ده هيلف، بص بقى هنا انت بتبدا تشوف هل انت محتاج عداد ولا لا، يعني انا لو محتاج عداد هشتغل عن طريق
ان انا اعد على البرودكتس واجيب القيم منها بالاندكس في كل لفة. ولو انا مش محتاج العداد هقول له برو ان برودكتس، برو ان ايه؟ ان برودكتس. فهنا هل انا محتاج عداد ولا لا؟ هتفهمني كمان شوية. خد بالك انا هنا محتاج عداد، انا هنا محتاج عداد، هقول لك ليه. لو انا جيت هنا واشتغلت من غير عداد هيعرض لي كل المنتجات، انا عايز اول 6 منتجات فقط، تمام كده؟ فتعالوا نجرب مع بعض الاول كده من غير عداد، ان برودكتس ماشي، واعمل الاند بتاعت الفور هنا في الجزئيه دي اهو، نيكست دي الاند بتاعت مين؟ بتاعت الفور. خلاص ده كده كود رينج اهو. يعني كده المفروض انا لو عملت سيف دلوقتي وجيت لو عملت ريفرش هتلاقي الموقع ده طول معاك قوي المفروض، يعني هتلاقيه جاب لك بص 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 كل المنتجات ازاي، خدت لي بالك؟ جاب لك كل المنتجات، بس طبعا ما جابش حاجه لسه، انا لسه ما غيرتش حاجه، انا بقول لك يعني هو رصهم لف 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 راح حاطط لك 21 واحده من دول. تعال بقى نعمل ايه؟ يعني على الاقل مثلا هو كده كده اصلا عارض ايه هنا؟ هو الصورة والاسم والايه؟ والكونتنت، ده اللي هو عرضه، ده اللي هو ايه؟ عرضه. اوكي طيب خلينا مثلا نيجي هنا، نيجي هنا في الجزئية بتاعت الاسم، ده البرودكت صح؟ ده الاسم، المفروض كلمة برودكت دي هيبقى فيها ايه؟ الاسم. فانا هاجي هنا هقول له بص اعرض لي في الجزئية دي كده اهو كود رينج اهو، واقول له هنا ايه بيساوي، اعرض لي يعني من البرو اللي انت عمال تلف عليه ده، اعرض لي ايه؟ اعرض لي النيم بتاع المنتج اهو. ما انت بتجيب من داتابيز دلوقتي بقى، اعرض لي النيم، واضح اهو الكود زي ما احنا مش شايفين مع بعض. خلاص عايز تظبطه كده، انا بحب الكلام ده بصراحة، بحيث ايه يبقى ريدابل ليك انت بعدين، يبقى ريدابل ليك انت ايه بعدين اهو، ان انت عارف ان القيمه دي جايه من الرينج، جايه من الداتابيز، الرينج جابتها لك من الداتابيز فانت خدتها من الرينج. لو انا جيت هنا وعملت ريفرش هتلاقي اسماء المنتجات اختلفت، بص جايب لك بالفعل اسماء منتجات، بص بص بص، كافيه امريكانو، كافيه لاتيه، كابتشينو الى اخره. يبقى اول حاجه عندك ايه؟ كافيه امريكانو صح. طيب خلينا نروح لاندكس دوت رينج ونخلي الداله بدل الاسك نخليها ديسك، ونعمل ايه؟ سيف، ونيجي هنا نعمل ريفرش. بص جاب لك كافيه ويز فانيليا اول حاجه، خدت بالك؟ دي اللقطه اللي انا كنت عايزها قبل ما اشتغل معاك على العداد، ان دول احدث 6 منتجات، كافيه ويز فانيليا وايسد كافيه وايريش كافيه الى اخره. خلاص احدث منتجات، جاب لك المنتجات من احدث، انت خدت بالك من القصه؟ حلوه قوي. يبقى انا بقى هاجي في التمبرت، انا محتاج العداد، انا ليه محتاج العداد؟ انا عايز اوقفه بعد الستة خلاص، هو لو وصل لستة عايزه يقف، تمام كده؟ بس فانا مش محتاج غير كده. فتعالوا الاول نحوله العداد، يعني ايه؟ هاجي برو بيبدا من الواحد، لان عندي لغه الرنج الاندكس بتاعها بيبدا من الواحد، بيختلف عن كل اللغات بيبدا من الواحد، بحيث اقول له هنا تو اللين بتاع البرودكتس، اللين بتاع مين؟ بتاع البرودكتس. يبقى انا كده ما بتعاملش مع البرو، انا بتعامل مع البرو اوف كذا. يعني تيجي هنا تقول لي برو اوف ايه؟ مش برو بقى، برودكتس اوف برو، لان البرو ده اصبح عداد، 1 2 3 4 ده البرو ده اصبح ايه؟ اصبح عداد. عايز تخليه بدل برو اكس احسن، عشان تبقى واخد بالك ان هو عداد وما تتلخبطش، تمام؟ يبقى اجي هنا اقول له برودكت، انا خليتها اكس ها، اجي اقول له برودكت اللي هو جاي لك اصلا الاساسي اهو، برودكتس اوف اكس النيم بتاعه بقى. انت خدت بالك انا هنا غيرت ازاي؟ غيرت بالقصه دي، برودكتس اوف كذا، هات لي النيم، تمام؟ بس كده انا حولته لعداد. تعالوا بقى ايه نغير الصوره بردك، يعني الصوره هنا هتجيب، احنا سميناها برودكت صح، هتجيب من مجلد اسمه برودكتس. بعد كده هنا الحته دي، الحته دي انا مش عايزها كده، هنا هنشيل كلمه برو 1 دوت جي بي جي، وهحط مكانها، انا عايز في الجزئيه دي عايز اعمل اكواد رينج كده،
بتساوي هجيب من البرودكتس برودكتس اوف اكس، ده كده كود ها، برودكتس اوف اكس عايز ايه؟ عايز الاي دي. بص خدت بالك عايز الايه؟ الاي دي. فهاجي هنا اعمل ايه؟ سيف. فاصبح هنا هيشيل لك هو الجزئيه دي كلها كده ويجيب لك من الداتابيز الاي دي، فيبقى 1.jpg 2.jpg 3.jpg وهكذا. وعملنا سيف، تعال نجرب كده لاكون حصل ايرور ولا حاجه. ريفرش اهو، زي ما احنا ما شايفين بفضل الله كده احنا جبنا المنتجات فعليا من الداتابيز باسمائها بشغلها بكل حاجه. دي كل ده كده طالع من الداتابيز يا جماعه، بصوره بحاجته زي ما احنا ما شايفين. طبعا الصور بنصح الناس انها تحتفظ بيها بالطريقه دي وما تحتفظش في الداتابيز عشان بس ما يبقاش مساحه على الداتابيز. ده نصيحه مش اكتر، براحتك، الداتابيز قابله انها تحفظ. حتى كنا بنحفظ لكم صور في السيكوال لايت، يعني مش فاكر في كورس ايه، كورس السي شارب باين ولا الرينج مش فاكر، بس كنا بنحفظ فيها صور يعني. السيكوال لايت اللي هي اخف حاجه يعني، فما بالك بقى بالبوست جري. فخدتوا بالكم من القصه اهي قدامكم، بفضل الله المنتجات طالعه بالفعل من قاعده الايه؟ البيانات. طيب لو احنا جينا نجرب هنا وهقول له ايه؟ هقول له بص بقى، هو بيعرض المنتج، بيعرض المنتج، لما يجي يعرض اخر منتج اللي هو السادس بالنسبه لي يعني، هاجي هنا اعمل كود رينج. هقول له ايه؟ هقول له بص، اف لو لقيت، اف لو لقيت الاكس اكبر من السته، لو لقيت الاكس اكبر من السته اعمل لي ايه؟ اكزت. انا اعرف بريك في اللغات التانية صح، لكن فور هنا في الرينج ما فيش بريك، في اكزت بدل البريك في ايه؟ اكزت. تمام، بس اوك خلاص، مش محتاج حاجه تانية يعني. انا بقول له لو لقيته اكبر من الستة اخرج، ما تكملش عرض يعني، ما تكملش ايه؟ عرض. تعال نعمل ريفرش نشوف ايه اللي هيحصل. بالفعل بفضل الله عرض لي احدث ست منتجات في الشاشه الرئيسيه، وده اللي انا عايزه، مش عايز حاجه تاني. هنا اهو عرض لي احدث ست منتجات زي ما احنا ما شايفين مع بعض. هنا بقى مش عارف الديسكريبشن لو عرضناه هيبقى ايه نظامه، تعال نجرب يعني. هنا شو ديتيلز سيبك منها خالص، احنا هنيجي هنا اوكي ونشيل برودكتس كونتنت دي، ونيجي هنا في الجزئيه دي كده ماشي، واعمل كود رينج اهو. هقول له اعرض لي هنا بتساوي يعني، اعرض لي، اعرض لي ايه؟ برودكتس اوف اكس الديسكريبشن، حقل الايه؟ ديسكريبشن. وادي ايه؟ سيف. نيجي هنا نعمل ريفرش نشوف ايه اللي هيحصل. اهو عرض لك الديسكريبشن بالمنظر ده زي ما احنا ما شايفين كده تمام. بس طبعا ايه الحاجات دي بعد كده انت بتيجي تعدل عليها وكده يعني خلاص. فانت ممكن في الوقت الحالي تسيبه كده لغايه اما نشوف هنعمل فيه ايه. بس احنا كده عملنا يعني اهم حاجه في الصفحه الرئيسيه، وهي اننا نطلع احدث ست منتجات من الداتا بيز بفضل الله.